فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. نفتتح بإذن الله كتابا جديدا في الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقاء والرقائق والورع. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، كل ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. المصنف هنا قال: حدثنا هناد، هناد بن السري، أبو السري من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضريس من الثقات الأثبات في الأعمش، فهو أصح الناس كتابا في الأعمش، قد يضطرب في غيره. والأعمش من أساطير المحدثين، عن خثمة من خلال التابعين، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا وسيكلمه الله أو سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، صحيح، فينظر أيمن منه فلا يرى ما شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. ثم روى بسندي عن أعمش عن وكيع من، فلما فرغ وكيع من هذا حديث قال: من كان ها هنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان، إن الجهمية ينكرون ذلك. وطبعا إن الجهمية ينكرون ذلك، يعني ينكرون كلام الله جل وعلا وينكرون اللقاء أيضا. هذا حديث عظيم فيه دلالة وإثبات لصفات تعاقدية مهمة جدا، منها أولا البعث والنشور، البعث والنشور، وأن الله تعالى يبعث من في القبور، وهذا ردا على أهل الكفر والضلالات وهؤلاء الدهريين الذين يقولون لا رجوع. إذن البعث والنشور، فالبعث والنشور كما قلنا ثابت. قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال في الآيات: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وزعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الحمد لله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال: ما يحيي العظام يا رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ففيها أولا المسألة الأولى في البعث والنشور، وفيها لقاء الرحمن سبحانه وجل فعلا، أو قل لقاء الجبار، لأن الله تعالى ما ترك شريدة ولا ريدة إلا أحصاها سبحانه جل في علا. ما منكم من رجل من أحد إلا سيكلمه الله، وإثبات الكلام إثبات اللقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هذه ملاقات الله جل في علا. لكن لابد ألفت الانتباه إلى أن الملاقات لا تستلزم الرؤية، الملاقات لا تستلزم الرؤية. قال: وسيكلمه، ففيها إثبات الكلام لله جل في علا. والحق أن الله تعالى يتكلم بصوت وبحرف، يتكلم بصوت وبحرف، يسمعه، يسمعه الله من يشاء. فقد تكلم الله للجنة، للنار، للسماء، للأرض، لجبريل، للملائكة. تكلم الله جل في علاء لموسى عليه السلام، مع موسى عليه السلام. ولذلك آدم قال له: أنت الذي استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. شو قال ربه؟ ربوبية، لها قوة وقدرة وجبروت، وأن الله تعالى يحصي كل شيء. وليس بينه وبينه ترجمان، ما في أحد يترجم، ما في أحد يترجم. فينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه. يعني ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم. فعنده سجلات سيئات مطروحة أمامه، فيظن الرجل أنه قد هلك.
تنظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فيعلم يظن يعني أنه قد هلك، لأنه ما رأى إلا الأعمال، والأعمال فيها ما فيها من السيئات الكثيرة، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فيقول أنه من أهل النار، فالله يطمئنه بعد ذلك، يقول عبدي سترت عليك في الدنيا وأغفر لك اليوم. ففيها أنه سيستقبل النار، وأنه لا يرى إلا من أعماله التي زل فيها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانت هذه الأعمال صحائف السيئات، اجعل في صحفتك حسنة واحدة، قد يزيل الله كل هذه السيئات بهذه الحسنة، فاتقوا النار ولو بشق تمر. نظر إلى استقبل بوجهه فاستقبل النار، فقال اتق النار، اجعل وقاية بينك وبين النار، ووقاية بينك وبين عذاب الله جل وعلا. هذه الوقاية بصدقة يسيرة تجد بما عندك، وجهد المقل عند الله رفيع. غلب درهم ألف درهم، غلب درهم ألف درهم. فالحاصل إن لم تسع الناس بمالك فيسعهم حسن الخلق، أن تهش وأن تبش في من تلقاه وتسلم عليه وترضيه، هذا أيضا عند الله ليس بالهين. قال ثم انظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كانت عائشة مع التمرة، وجاءت امرأة ومعها بنتان، فما أكلتها عائشة وهي تخزنها لتأكلها، فأعطتها إياها فشقتها وأعطت النصف الأول لابنتها الأولى والنصف الثاني لابنتها الثانية. قال فمن لم يجد يعني التمرة فبكلمة طيبة. فاجعل وقاية بينك وبين النار بعمل البر والوصل والخير ولو بشيء يسير، ولو أن تبتسم بوجه أخيك. وهذه من أعظم النصائح، اتق النار وشق تمرة، فيها أيضا دلالة على أن الله تعالى يقبل القليل من العمل ويجعله كثيرا أو جبلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلها الله تعالى فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة. فكل من أدى لا تحقرن من المعروف شيئا، كل من أدى لله جل وعلا شيئا قد يكون ويحوز ويفوز عند رب جل وعلا الدرجات العلى. رجل نحى شوكا يضر بالناس في الطريق فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. امرأة سقط كلبا شكر الله لها ودخل الجنة. رجل صدق الله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما بايعتك على هذه الغنائم، ما بايعتك إلا أن أسمع الهيعة فأنزل مساحة الوغى فأضرب بسهمنا هنا فأموت. حمل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله أصدقك. حمل بنفس الصورة والهيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رجل صدق الله فصدقه. لذلك قال: من استطاع منكم أن يقي وجهه النار حر النار ولو بشق تمرة فليفعل، في رواية وبالكلمة الطيبة. وأحسن ما يكون من الكلمة الطيبة هو ذكر الله جل وعلا وبيان صفات الله وأسماء الحسنى. قال: فمن استطاع أن ينشر هذا الحديث وكيع فلينشره في خراسان. لما؟ لوجود الجهمية، فهو الرد على الجهمية، لأن الجهمية أصالة لا يقولون بأن الله يتكلم، ينكرون كلام الله جل وعلا، فرقة عظيمة الابتداع تنتسب إلى جهم بن صفوان. نعم، أصله جعد بن درهم وهو قتل في العيد، وهم يقولون الجعد بن درهم للجهمية هم الذين ينفون صفات الله جل وعلا، والجبرية أيضا يقولون الفعل الحقيقي هو الله، يقولون لا قدرة العبد أصلا. فهذا رد على الجهمية في إثبات الصفات سيكلمه، وهم ينكرون الكلام، فالكلام من الله جل وعلا ليس بينه وبين عبده ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كلم أباك كفاحا. إذن فيها البعث والنشور، وفيها الحساء العرض، وفيها أيضا صفة الكلام المسموعة بصوت وحرف، وفيها تفاوت درجات المؤمنين. الفاظ مستنبطة، إثبات الكلام لله جل وعلا: لا تحقرن من المعروف شيئا، إذا أراد الله بعبد خيرا لم يكله لنفسه، إذا أراد الله بعبد خيرا لم يكله لنفسه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء.